مشاهدينا للتعرف أكثر على طريقة التعامل مع هذه المرحلة، معنا في الاستوديو مدربة الأفراد والمؤسسات عايشة دانش. يا هلا وسهلا فيك. هلا حبيبتي، صبحك الله بالخير عايشة، يسعدنا تواجدك مجددا. الحمد لله رب العالمين. عايشة، إذا ممكن تكلمينا شنو الصعوبات اللي تواجهها المرأة بعد الانفصال؟ هي في عدة صعوبات تواجهها، منها صعوبات نفسية ومنها صعوبات أنها تواجه المجتمع. بس أكثر الصعوبات اللي المرأة تواجهها هي أول ما تنفصل يصيدها عدم ثقة في النفس. نعم. تنعدم ثقتها في نفسها نهائيا. نعم. الشيء الثاني يصيدها خوف، والخوف أنها تواجه المجتمع. نعم. شنو هو الخوف اللي ييها؟ من كثرة الأسئلة، ليش انفصلتي؟ شنو الأسباب اللي أدت للانفصال؟ وكل هالأمور. شلونك؟ شو تحسين؟ الشفقة يعني. بالضبط، أنها شنها تصير يعني نوع الضحية في المجتمع. إيه؟ هي طبعا مو ضحية لا، بس هي الخوف والصورة اللي ترسمها حق نفسها انها تعتبر شنو؟ انها ضحية. بس السبب الرئيسي هي المرحلة الانتقالية اللي هي بتنتقل فيها من انها كانت زوجة ومستقلة، مستقلة بنفسها في استقرار في حياتها، انها بترجع شنها شنو؟ يعني الى الحياة العزوبية مرة ثانية. إيه؟ ففي هاي المرحلة الانتقالية يصير نوع الخوف، يصير نوع الهوس، يصير نوع الوهم. الخوف من شنو عايشة؟ الخوف من أهلها؟ الخوف مثلا من كلام الناس؟ الخوف من شنو؟ نبي نحدد. لا شوفي، هو مو بالخوف من أهلها كثر ما الخوف من هاي المرحلة. الحين خليني أقول لك، أنت إذا مثلا بنتقلين من شغل لشغل ثاني يصيدك خوف رهبة، فتخاف من التغيير، تخاف إذا شو أسوي الحين؟ أنا عشت كم سنة نظام حياتي مرتب، أعرف أقوم هالحزة، أنا مسؤولة عن هالشخص، أنا مسؤولة عن هالإنسان، زين أنا بقول مرة واحدة يوم وليلة كل شيء من حواليني تغير، حتى لو ما في أساساً أشياء تخرع، بس هي تتوهم بهالأمور. عايشة خليني شوي أناقشك وأناقش زميلتي عايشة في هذا الموضوع. تفضلي. تحسين المرأة تعاني من الانفصال إذا انفصلت؟ طبعاً حتى الرجل ترى يعاني من نفس الموضوع. أكيد أكيد. الانفصال على الرغم من إنه مرحلة تغيير، مرحلة انتقالية، هل تحسين اللي يعانون خلوا المرحلة اللي قبل جزء كبير من حياتهم من كذي يعانون؟ يعني أحياناً يكون الشخص يخلي الزوج أو الزوجة أهم الأساس مال حياتهم، وحياتهم تدور حوالين هذا الشخص. أوكي حلو، إن أنت الحين منال مثلاً، عشان بس أجاوبك أبي أفهم قصدك عدل، إن قصدك أبوي إن مثلاً إن هي عانت أو تعبت لأنه كانت معطى كل الاهتمام حق زوجها او حق بيتها، يعني شنو هو حياتها، يعني شنو هو محور حديثها كامل. بوضح لك بمثال، يقول لك ان لا تخلي كل شيء يرتبط بشخص، لان اذا راح ذي الشخص راح معاه كل شيء. اوكي حلو، تذكرتي في البدايه انه هو شيء جزء من حياتها. إيه، هل تشوفين ان اللي تشوف الموضوع سهل، المرحله الانتقاليه خلت الزوج او الحياه الزوجيه جزء من حياتها، واللي تعاني خلت الزواج كل حياتها؟ لا تشوفي منال، مو بشرط. يعني اوكي، ممكن الكلام اللي تقولينه صح ينطبق على فئة معينة، بس الانفصال نفسه هو ككلمة أو كمشاعر تعور. صح. سواء كانت هي مرتبطة بزوجها أو ما كانت مرتبطة في زوجها. نعم. في الأخير هي كانت قاعدة تعيش حياة انتقالية، يعني كانت عايشة حياة ومرة واحدة من حياة لي حياة ثانية. فأكيد بيأثر فيها، حتى لو ما نقول مثلا أوكي في واحدة مثلا مرتبطة بزوجها 100%، فأكيد انفصالها بيكون وايد صعب، وايد صعب، أصعب من الإنسانة اللي مثلا خلينا نقول أوكي مرتبطة بزوجها بس بعد مرتبطة بنفسها أكثر. بس بعد في نفس الوقت لا، الانفصال هو الانفصال، هو لأن فكرة الانفصال طبعا فكرة الانفصال. ولكن مثل ما ذكرتي الحين اللي استنتجته من كلامك عايشة أن هناك تأثيرات متدرجة على حسب العلاقة بين الزوجين وبين الشخصين المرتبطين، فإذا كانت العلاقة كبيرة أكيد بيكون تأثير أكبر على حياة المرأة والرجل أيضا. حتى ما قاطعت عايشة، بس مو بس العلاقة، حتى عدد سنوات الزواج. أنت إيش كثر متزوجة، أنت إيش كثر قاضي وقت مع هالإنسان، إيش كثر قاضي وقت مع هالشخص، فهو نوع العلاقة. الشيء الثاني عدد عدد سنوات الزواج او الارتباط بهاي الشخص. طيب عايشة، كيف ممكن احنا نتجاوز هذه المرحلة بالطريقة الصحيحة عشان احنا نعيش حياتنا صح، نعيش حياتنا مستانسين؟ اوكي، اول شيء ان انت تتقبلين الواقع، اول شيء انت تتقبلين ان انت انفصلتي خلاص، لازم اتقبل الواقع. الشيء الثاني اؤمن برب العالمين واتوكل في يعني واتوكل في الامر او الموضوع لرب العالمين اكتبه لي اياه، خلاص هذه نصيب، انا يعني لازم اتوكل يعني على الله في نصيبي ان انا شنو انفصلت. الشيء الثالث اغير اهدافي، لازم المرأة تكون عندها اهداف. طبعا لما المرأة تكون متزوجة شنو بتكون اهدافها؟ إن أسرة، أطفال، حياة سعيدة، شلون أرضي نفسي، شلون أرضي زوجي، كل هالأمور. لكن لما ما تنفصلين على طول غيري أهدافك،
شوفي لها هدف تتمحور حوالينك. بالضبط، شوفي انت شنو تبين، شنو تحتاجين، اقضي وقت مع نفسك، حاولي قصة فشلك في زواجك الى قصة نجاح. صح، مو بعيب ولا بغلط. كثير من الناس اللي يعني ينفصلون او يتطلقون وتشوفين ما شاء الله من قهر الانفصال تشوفين تاخذ هذه الطاقه السلبيه كلها وتنتج شيء ايجابي، نجاح، تاثر في اللي حوالينها وتفيد اللي حوالينها. ففي كثير من قصص النجاح اللي نشوفها مو لازم تحول هالقهر لانه انا مقتهره عليه او انا مقتهره على المشاكل اللي مثلا صادتني معاه فلازم غصب احولها حق شيء ايجابي. اي نعم، ممكن ان هي تقول نفس ما انا صادني فشلت انا ما بغير يصيده. اي نعم، فانا شنو ممكن اضيف حق المجتمع واضيف حق نفسي على اساس انا مثلا اقلل من الاخطاء او الامور اللي انا مرت فيها حياتي. صحيح، حلو. هل تحسين عايشه ان المجتمع واعي بثقافه الانفصال بين الزوجين؟ اوكي، لما انت عايشه تقصدين المجتمع، هل تقصدين خلينا نقول مثلا النسوان اللي ينفصلون او المجتمع الاهل او اللي حوالينهم؟ المجتمع ككل، المحيط بين الرجل والمراه، هل تحسين ان المجتمع واعي او مثل ما قلنا مثلا ان المراه من كثر ما المجتمع غير واعي بهذه الثقافه، مثلا عندهم ان هذه الثقافه عيب ما يصير، فتحسينها خايفه من حرجه، فانت تشوفين في هذه الزمن المجتمع واعي ولا لا؟ في أيامنا هذه واعي، أنا ما بقول لك 100%، بس يعني لو نقارن بالسنوات اللي طافت أو بالأجيال اللي طافت في وعي ما شاء الله، وعي جدا يعني. نقدر نقول 40%؟ لا لا لا، فوق فوق يعني، أنا أقول لك 60-70%. ليش أقول لك هاي الشيء؟ ليش؟ كان لأن أوكي إحنا قاعد نطالع النسوان اللي قاعدين مثلا أو حالات الطلاق أو الانفصال اللي مثلا حوالينا، بس وتتطرقين حق بعض الأمور، أنا تيني حالات طلاق ما لها داعي تتطلق، لأن زاد الوعي، زادت الثقافة، زاد الإدراك إنه لا إذا انفصلت بحصل كذي، بفعل كذي، فتشوفين أبسط الأمور تهدم بيتها. ولو ما أقول لك يعني أوكي خلينا نقول مثلا هاي البارت شيء سلبي، لكن أنا ليش عطيتك هالمثال؟ عشان أروج كثرة الوعي والإدراك شلون يعني صارت مرحلة انتقالية حق المرأة، إن هي على أبسط الأسباب ممكن شنو تطلب الطلاق أو تنفصل، فصار الوعي والإدراك 60-70%. حلو حلو، يعني هو شيء سلبي بس يعني زين إنه في وعي. بالضبط، لا هو في وعي بس لازم نطبقه بالطريقة الصح. شنو اللي ممكن نقدر نقول إنه هو اللي زيد صعوبة الانفصال على المرأة، غير إن تعلقها بزوجها أو إنه مخليته محور حياتها، شنو ممكن يكون الصعوبات؟ لما المرأة تنفصل، لما تطالع روحها تحس إن صورتها تشوهت، ليس من الخارج لكن من الداخل، لأن المجتمع شو أقول لك عبر عن الطلاق إنه هو يعني شيء ممكن يكون المرأة بتشيله طول عمرها وياها، فهي شو صار فيها تخاف أنا بس مطلقها الحين. الشيء الثاني اللي بيزيد من هالموضوع الخجل. إيه؟ الخجل، دائما بتخجل من نفسها، دائما بتخجل من الناس، هل انا اقدر اطلع، هل الناس بتشوفوني، هاي وايد زيت يعني من صعوبه الشعور بهالامر. صح، المفروض الوحده ما تعظم هالموضوع، انت بالضبط حددي شنو معنات الانفصال، عرفي معناته بعدين على اساس اذا عرفتي معناته هني انت ممكن تحددين رده فعلك. عرفي لنا والمشاهدين الانفصال عيل عشان كل من يعرف شنو معنات الانفصال. اوكي، الانفصال هو شنو يعني؟ انا ممكن حتى انفصل عن شغلي، أنا ممكن أنفصل حتى أنا أشتري سيارة أحبها، ممكن أنفصل عنها إن أنا أرد أبيعها. الانفصال هو اثنين شخصين من بيئتين مختلفتين. صحيح. تربية غير، عادات غير، تقاليد غير، خلاص حسوا إن في بينهم علاقة ممكن تربطهم اللي هي الزواج، عاشوا مع بعض سنة سنتين حسوا إن ما في انسجام، أو خلينا نقول أوكي في انسجام لكن ما في تكافؤ فكري، ما في يعني في أشياء أنواع بسيطة اللي تؤدي شنو إن كل شخص أحسن ينفصل عن الثاني. صحيح. ينفصل ليش؟ الانفصال هو حال، الطلاق هو حال، لو هو مو بحال كان رب العالمين ما حل له. بغض الحلال يعني الله. إذا أنا بكره هالشيء زين ليش رب العالمين حل له؟ لأن في مصلحة حق الإنسان. نعم. لأن هاي خيرة حق الإنسان، فالانفصال ترى هو شيء جدا طبيعي، أنا ما توفقت مع هالإنسان خلاص أنا مشي في دربه هو يمشي في دربه، بس مو معناته إن هو شخص سيء أو أنا إنسانة سيئة. صح. بالعكس يمكن أنا أكون إنسانة جدا زينة، بس إنسانة متفاهمين، أو هو شخص ممكن يكون جدا زين لكن على قولتهم مو بأنا طبجته ولا طبجتي. صحيح. يعني عايشة ساعات في ناس يخافون إن هم ينفصلون، يخافون يكون في مشاكل بين أهل الزوجة وأهل الزوج، وهاي شيء وارد وقاعدين نشوفها باستمرار، نهوا يخافون إن يكون في مشاكل بين العيلتين. حلو. فيستمرون على الخطأ.
اوكي هي ما تبي تنفصل لان هي تحاتي ان اذا انفصلت ممكن تستوي مشاكل. لا هذه اكيد غلط، في الاخير انت صاحبه حياتك، انت اللي بتعيشين. اوكي حتى اذا خايفه تسوي مشاكل بس يوم يومين شهر شهرين بالكثير سنه، خلاص كل واحد يعني بيمشي في دربه. انا اقعد اوقف حياتي اوقف مستقبلي وحتى اوقف حياه الشخص اللي معاي او مستقبل الشخص اللي معاي علشان وهم وشيء انا بنيته في مخي؟ صدقين عايشه امس قلت تقريبا نفس الجمله حق زوجي، اقول له حياتي بدت من ولادتي وبتنتهي مع وفاتي، يعني بعيد الشر. زين بس ان حياتي بدت معي وبتنتهي معي، فليش انا اعيش حياتي حق الاخرين؟ فنفس الشيء المرأة يعني وحتى الرجل اللي يعانون من الطلاق لازم يكونون أهما محور حياتهم، ما يكون شخص ثاني محور صحيح. حياتهم. فش رايك في الناس اللي يقول لك أنا ما بطلق لأن بيننا عيال ويتمون في علاقة جافة جفاف مو طبيعي، كل من في كل واحد فيهم في عالم ثاني بس يقول لك إحنا ربطنا لأهال. المشكلة منال كان زين بس علاقة جافة، أنت لو تشوفين اللي ييني تستوي إلى علاقات خيانة، ان لان المراه مو مرتاحه والرجال مو مرتاح، متزوجين يعتبرون بالضبط. فتشوفين فنسبه حتى الخيانه تزيد. انزين انت في هالحاله ترى انت ما فتي نفسك وتقولين اذا انا ما بنفصل عشان عيالي، ترى انت قاعده تضرينهم وتضرين نفسك. فليش ما مثلا ما انت تنفصلين وتكون علاقتك علاقه طيبه، ان في الاخير ترى هاي ابو عيالك، انت في الاخير عشتي وياه ايام. لا لا حد يقول ترى انا كل ايامي كريهه، لا مستحيل ما في. لازم في ايام حلوه وفي ايام مره، هاي الحياه، هاي سنه الحياه. فيعني على الاقل انت تنفصلين وتكون علاقتك طيبه معاه، على الاقل اليهال ما يشوفون ابوهم بشكل سيء ولا يشوفون امهم بشكل يعني بصوره سيئه. فاوكي انا في البدايه ترى بيكون جدا صعب، بس على ذكاء الام شلون تتعامل وتوصل المسج حق عيالها. صحيح. اوكي انت تتم معاي او مثل يعني او مثلا الطفل يتم مع الاب، طبعا هاي يختلف على الزوجين بس في الأخير لازم الزوجين هم يكونون واعيين، مو بعشان كل واحد يطلع حرتها في الثاني يقومون يطلعونها في الياهل. الياهل دائما يكونون هم الضحية في هذه الأمور بالضبط. فأنت كأم وأبو دام رب العالمين عطاكم هبة له وهالطفل، حتى لو أنتوا بعاد عن بعض حاولوا يعني حاولوا توفرون له جو أسري. نعم. ما يمنع بالعكس، بس أنا أطلع حرتي فيك إنه أنا أروح مثلاً أخذ الياهل منك وأنا أطلع حرتي فيك أرفع عليك قضية، لا لا ليش؟ أو حتى قدام الياهل يشوف بالضبط. يعني أنا عندي الطفل إنه يعيش بعيد عن أمه بعيد عن أبوه، بس يطلع طفل يعني شخص واعي مثقف ممكن يفيد يعني يغرس شيء في المجتمع، ولا إنه يقعد بين أمه وأبوه على طول ويعيش مكسور أصلاً. حتى تشوفين أصلاً هو في المستقبل جداً بيتعب. لا تجنين عليه حرام، ولا تجنين على نفسك. صحيح. ولا على الزوج اللي معاك. صحيح. عايشة شنو الصعب في مسألة الانفصال؟ الانفصال بين زوجين عندهم عيال أو انفصال بين زوجين ما عندهم عيال؟ شوفي هو أكيد أكيد بيكون أصعب إذا كان في عيال في الوسط أو عيال في الموضوع، لأن أنت في الأخير كأم أنت ما بتفكرين بس أن أنت تبين تستثمرين في نفسك، بعد انت بتحاتين اللي معاك، بتحاتين ليهال اللي معاك مسؤوليتك. وطالما انت بيكون ظناك موجود معاك بتشوفين طليقك في عين الياهل. اي نعم. فنسبه ان انت تتعودين على الحياه الجديده بتكون وايد اصعب. اوكي اذا انت ما عندك طفل ممكن يوني كابلز يقول احنا بننفصل بس احنا وايد نحب بعض اكثر من ناس ممكن شنو يكون عندهم اطفال. هاي لها صعوبة وهاي لها صعوبة. بس أنا من رأيي اللي بيكون أصعب إنه يكون عندك ظنة في الموضوع. أولا يعني بتفكرين فيه أكثر من بتفكرين في نفسك. الشيء الثاني كل ما تشوفينه بتشوفين أبوه أو إذا الأبو كل ما بتشوفه بتشوف الأم. فنسبة إن أنا أتخطى هالمرحلة وحاول نبتدي حياة جديدة شوي بتطول أكثر من إذا الشخص اللي أنا انفصلت عنه ما عندهم عيال. ممكن يكون. أحب ما إحنا نتكلم عن الانفصال وأهمية الانفصال. كثير من النساء لما ينفصلون يبتدون يميلون حق أي شيء هم ما كانوا يسوونه قبل، يعني كأنها تنتقم بنفسها. صح. تبرر حرتها في روحها. فهل هذا الشيء صحيح؟ وإذا مو صح قرين تعطينا مقولة موتيفيشنال شيء يشجع المتابعين الحين. مقولة. أنت شوفي حبيبتي. اي وايد تصير المرأة هالشيء لان المرأة بطبيعتها عاطفية. فأول ما المرأة تنفصل مشكلة ما تدور حل، تدور بديل. صحيح. وهاي الشيء الغلط. ساعات تدور بديل تشوف أول رجل طاف قدامها أو قال لها كلمة حلوة خلاص هاي هو.
انت الرجل الصح، فشنو تتعلق فيه وتبني امور وايد في مخها ودش لالا لاند. وفي بنات لا تشوفينها مثلا كلش طالعه في روحها، تقص شعرها، تغير شكلها، ما اعرف شو تسوي، تاخذ قرض، تسافر، تبيع، تفعل، تبي بس ايش تطلع اللي فيها، تشغل روحها تشغل بأشياء خطا مو بشيء صحيح. بالضبط صح، يعني مو بشيء انه ممكن ان هي تستثمر فيه، لا انه تعمل نفس ما قلتي عشان تطلع حرتها في نفسها. صحيح. في بنات لا خلاص تحكي روحها، خلاص انا بحصل اهتمام من المجتمع ومن هلي ان انا شنو، ان انا ضحيه. ايه فتستانس ان يقولون لها وعليا بنيتنا ايش حلوها من فاصله وهي هاي الرقبه وقاعده في الزاويه. فبس هاي المره وايد صعب انها تتخطى. يعني تتخلص وتنتقل مرحله انتقاليه جديده لانها تستانس انها تكون دور الضحيه تحب. اي نعم بالضبط. يعني بشكل سريع عايشه وقت البرنامج قاعد يداهمنا، لكن انا بيش تعطين الساده المشاهدين سواء كانوا رجال ام نساء، يعني في النهايه موضوع الطلاق هو موضوع شامل الجنسين، نبي بالضبط. نصيحه بسيطه. اوكي شوفوا اذا الموضوع ما يسوى تنفصلون لا تنفصلون، هاي رقم واحد. شلون يقيمون؟ يعني أشياء بسيطة، يعني أنت مثلاً يعني نفس ما قلت لكم أول حلقة يوم يواني الاثنين المتزوجين يبون ينفصلون على ريموت كنترول، انفصلوا. زين أنت تفصلين على ريموت كنترول في عقل. الشيء الثاني لا تخافون، حتى لو حسيتوا أن لا العلاقة ما قاعدة توصل حق يعني طريقها مسدود، خلاص انفصلي، لا تخافين من الانفصال ولا تدمرين، يعني لا تدمرين نفسك، بالعكس قولي حق روحك انا صادتني هالتجربه، زين انا شلون ما اخلي غيري امر فيها، انا شنو ممكن اسوي او وين انا ممكن اوصل عشان اثبت حق الناس. الحياه قرار، عندك قرارين، يا ان انت تعيشين مطلقه مكسوره طول عمرك او تعيشين مطلقه ناجحه طول عمرك. في الاخير انكسرتي او نجحتي خلاص انت مطلقه، شنو يعني مطلقه، او انت شخص مطلق شنو يعني مطلقه ومطلقه، ما فيها شيء. بردوا على نفسكم، يعني اي باب ينصك باب ثاني تبطل، كل نهايه لها بدايه. فكوني مستعده قولي اوكي انا مريت في اللي مريت فيه، توكلي على رب العالمين، اخذي وقتك، تمي شهر شهرين ست شهور حتى لو سنه، اخذي وقتك بعدين قولي خلاص باكر يوم جديد، باكر حياه جديده، انا باكر انسانه جديده. نعم يعني كلام جدا جميل، يعني ختامها مسك مثل ما يقولون. كل شكر لك عايشه أشكر. على هذه المعلومات الجميله اللي انت تقيمينها لنا، شكرا لك على حضورك وعلى معلومات اللي دائما تفيدينا فيها. شكرا لك. مشاهدينا الحين نكون معاكم، وصلنا ختام حلقتنا لهذا اليوم، كانت حلقه طبعا عايشه، حلقه كانت تينا، حلقه جدا جميله، ختامها مسك مثل ما قلتي، مثل ما قالت استاذه عايشه، يعني قالت لنا معلومات جدا جميله وكلام من القلب يدش للقلب. نعم. فيعني احنا استمتعنا ويا رب المشاهدين أيضا استمتعوا. منال نلقاكم إن شاء الله باكر على خير مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج شمس البحرين. مع السلامة. مع السلامة.